طاوة عن الأنظار، بعيد عن الإشكاليات والصعوبات، يحصل له بوزيشن وبالنهايه يطلع ويظهر في الدقائق الأخيرة على أساس إنه يخطف له مركز. وكله أنا عندي وجهة نظر في ألتيمت تيم، أتوقع كان فطورهم ممتاز جدا، نفسيتهم حلوة اليوم في ألتيمت تيم على جولتين ملة ما يعني اليوم في شيء جيمات شيء سمبوسة. لكن خلونا ننتقل أيضا أعزائي المشاهدين اللي راح يكون معنا التوب فور بلايرز اللي كانوا معنا بجولتنا على ميرامار. توب الفور بلايرز حمودي اللي سمعنا معتز. انت قلت حمودي من قلب، شو السبب يعني؟ لان معتز كان يقول له اخطبوط، فعلا هو كان اخطبوط. حمودي كان متحرر بهذا الجيم جدا، يلعب بحريه. هو من زمان طاير طيران حمودي. لا خصوصا هذا الجيم شفت اللاعب يلعب بحريه كبيره، حتى قرار اتصور قرار نزوله من الهاي جراوند باتجاه اللو جراوند تحصيل كلات اكثر كان قرار ناجح وقرار متخذ من لاعب بخبره كبيره. راجنر مستمر، راجنر قاعد يقدم اداء كبير، واضح انه عودته للذا التيميت تيم بعد اعاره يلا اي سبورتس، كسبه خبره كبيره من دوري محترفين العرب، كله قاعد يشوف ترجمه هذا الكلام موجود امامنا بارضيه الميدان. انا اشهد هذه شهادتي في راجنر مجروحه، ايضا شهاده الكوميونتي العربي في راجنر على عقليته، على استمراره، على يعني خطوه ياخذ الموضوع خطوه بخطوه، يعني يجرب هنا، يسوي هنا، يفعل هنا، تبان ارقامه اكثر فاكثر، والحين برضه جالس يبان معنا في ويزو اي سبورت. يعني قاعد نشوف ايضا وجود دحه وجود لور دحه اللي يعني موهبه قاعد تطلع اكثر واكثر، لاعب صغير بالعمر لكن قاعد يعطي عطاء كبير. دائما قاعد يثبت لك دحه انه هو قادر انه يقدم شيء، وخصوصا في هذه المحافل دحه قاعد يقدم مجهود جدا جميل. اتوقع يحتاج الكيميكاز شويه نشاط على اساس انه يفعل اللي قاعد يقوم فيه دحه. وكذلك الفريق يعني قدم خلال هذا الجيم جوله جيده، شفت الزون صعب عليهم الفرق اللي كانت موجوده، يمكن بس فقط فريق النصر، فقط فريق النصر اللي كان مستفيد يمكن من تموقعه وبعيد عن مشاكله بالجهه الشرقيه قدر انه يدخل بشكل سالم ويحصل تشيكن دينر. شفت الزون تقريبا السادس الى الخامس يوم سحب على الجهه الغربيه، خلاص يعني كل الفرق اللي على الجهه الشرقيه سلمت نفسها، انا راح اطلع بروتيشن مكشوف 100% على كل الهليكوبتر شوي، لان المرتفعات لها دور بالضبط، خصوصا ان ترى كل الفرق كانت مطلع على الجهه الشرقيه، فمن الطبيعي ان ما نشوف ظهور خساره الكيميكاز، شيء طبيعي، لكن ترفع لهم القبعه عن النصر كيف قدروا يحافظون على هداوتهم على الجهه الشرقيه. استغلوا توقيت جدا موفق خلال تقريبا الزون الخامس، مع شفت الزون الخامس هو كان على الجهه الشرقيه الجنوبيه، شاف بوزيشن اللي هو منتصف الزون الخامس، التهاء الفرق على الجهه الشرقيه بين بعضها البعض، لو تلاحظ في تضارب نهايه الجيم بين بعضها البعض، فقدر يخترق المنتصف بكامل العدد اللي اتاح له مجال انه يتحفظ عليهم وهو موجود تحت. فانتظر الزونات الاخيره تسحب التيمات تطلعهم له بشكل كامل. ف الرؤيه والارتفاع والمناظر والرش اللي قاعد يصير هذا في مجريات كثيره شباب الجيم.